حياكم الله مشاهدينا، والحديث أيضا عن إنجاز آخر على مستوى وزارة الصحة، فمستشفى الجهراء الجديد لوحدة طوارئ وحوادث الأطفال أنشأت بدورها أيضا قسما جديدا. والحديث أكثر حول هذا الإنجاز الجديد معنا الدكتور طلال دقيان، استشاري طب أطفال بمستشفى الجهراء. في البداية نصبح عليك بالخير دكتور طارق، وحدثنا عن قسم طوارئ جديد في مستشفى الجهراء الجديد، ما الذي يضيفه إلى خدمات المستشفى؟ في البداية أسعد الله صباحكم وأشكركم على اللقاء هذا اللي يتيح لنا الفرصة أن نتكلم عن مستشفى الجهراء الجديد. بالنسبة لمستشفى الجهراء الجديد تخصيص وتحديدا قسم الحوادث في مستشفى الجهراء، طبعا احنا نبدأ في البداية نستقبل كم العمر، احنا نستقبل من عمر يوم إلى عمر 12 سنة، بالإضافة إلى أن نستقبل في الاحتياجات الخاصة من عمر إلى عمر 18 سنة. طبعا السعة السريرية في الملاحظة عندنا حاليا 24 سرير، بالسابق كان تقريبا حروة 12 سرير، زدناهم إلى 24 في المستشفى الجديد. طبعا يتم العمل في هذا القسم عن طريق موقع أولي نسميه هو الترياج، يتم من خلاله تصنيف الحالات. بالنسبة للحالات الحرجة دائما تدخل على طول إلى غرفة الإنعاش ويكون في استشاري جاهز لمباشرة مثل هذه الحالات. بالنسبة للحالات الثانية احنا نقسمها إلى اثنين، حالات الجهاز التنفسي والحالات الأخرى، الأمراض الثانية اللي هي خلينا نقول عورات البطن مع أي مرض ثاني، نقسمهم إلى نصين ويتم التعامل معهم من خلال الأطفال، ويكون في عندنا تباعد بين الحالات في هذا المكان. وبالفترة بحكم كبر المكان اضطرينا أن نزيد عدد الأطباء، وهذا شيء طيب طبعا على أساس أن نريح الجمهور على ما يقولون أو المرضى. هذا بالنسبة في البداية. يعني مستشفى الجهراء الجديد يضم أيضا عدد من التخصصات الدقيقة، إذا تحدثنا أكثر عنها، وإذا كان هناك أي خطط أو مشاريع مستقبلية لتطوير أي من هذه الأقسام. نعم، احنا بالنسبة لنا كقسم الأطفال احنا عندنا من التخصصات الدقيقة تخصص الكلى، وعندنا تخصص التمثيل الغذائي، تخصص مخ أعصاب، عندنا تخصص الغدد الصماء. طبعا هذيل من أهم، عندنا العناية المركزة. طبعا مستقبلا في خطة انه يكون عندنا أطباء من تخصصات القلب مثلا او تخصصات علم الدم، وطبعا عندنا تخصص دقيق اللي هو الجهاز التنفسي. فهذه التخصصات الحالية موجودة، بس مع وجود مستشفى جديد مثل مستشفى الجهراء وحجمه هذا نضطر، يعني محتاجين في الفترة المقبلة بإذن الله انه نضيف بعض التخصصات الدقيقة بإذن الله، وهذا اللي قاعد نسعى له ونعمل عليه. ولكن عندنا عيادات تخصصية، طبعا بعض الأطباء الله يجزاهم خير في مستشفيات ثانية مثل مستشفى القلب عندهم عيادة عندنا في الجهرة، جراحة الأطفال عندنا بعد في خاصة جراحة العظام عندنا عيادة شهرية، وقاعدين نتواصل مع جراحات الأطفال الدقيقة وغيرها من التخصصات اللي مفقودة عندنا في الجهرة انهم يكونون متواجدين، والدكاترة مرحبين في التخصصات في المستشفيات الثانية، بحيث انه يكون عندنا تعاون مشترك بين مستشفى الجهرة ومستشفيات الكويت على العموم، يعني مثل جهاز الهضمي ومثل المناعة، هذه كلها يعني في تواصل معهم بحيث أنه يكون بوجود المستشفى الجديد أنه يكون عندنا عيادات لهم على الأقل بحيث أنها تخدم المنطقة. أكيد، وهذا التواصل سيخلق نوع من نقل الخبرات. نعم. والاستفادة أكيد. نعم. طيب. نعم. دكتور طلال، في ظل هذه الجائحة واللي أثرت على كثير من القطاعات في البلاد ومن أهمها القطاع الطبي والذي يعتبر أكثر تأثرا، طيب دعنا نتساءل عن السياسات في المستشفى لاستقبال الأطفال المرضى في وحدة الطوارئ في ظل هذه الجائحة. كلام سليم. بالنسبة للجائحة الله يكفي، يعني الله يبعد عنا الشر في المستقبل وإن شاء الله نتخلص منها بوجود لقاح. بالنسبة لمستشفى الجهراء في أول يوم بدأنا بعمل تيم متكامل يشرف عليه الأطباء اللي هم ذوي الخبرة، فخصصنا بالنسبة للأطفال خصصنا حوادث خاصة للكوفيد. من خلال مجرد ما يكون في المستشفى، طبعا في البدايه تدخل عند الترياج، مجرد ما يعرفون ان حاله
التعب في الصدر على طول ما يدخل للحوادث الطبيعية اللي هي العادية القديمة، لا نضطر على طول يتحول إلى الكوفيد. الكوفيد في عندنا جناح وفي عندنا عناية مركزة للكوفيد. التيم يتراوح إلى 18 تقريبا إلى 20 طبيب من الخبرات اللي موجودة، يترأسونهم دكاترة استشاريين في التخصص التنفسي، لأنه هو أكثر الحالات في البداية كانت تجي في من ناحية الجهاز التنفسي، فاللي يمسكونه دكاترة الجهاز التنفسي. فكان الترتيب لله الحمد والمنة ممتاز جدا، شغالين على قدم وساق. الترتيبات كانت بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ما نخرج عن بروتوكولاتهم في من ناحية العلاج للأطفال. ولله الحمد والمنة حالات الأطفال هي الأقل، يعني أن يضطرون، يعني يضطرون أن ندخلهم عناية، ما دخلنا ولا حالة لله الحمد. الأعراض كانت بسيطة جدا، في بعضهم ما كانت عليه أي أعراض، بس مجرد أن الأهل يكون عندهم كوفيد نسوي لهم اللي هو التست، فكنا نكتشف أنه في الطفل في كوفيد بس لله الحمد والمنة ما يكون عليه أي أعراض، تكون الأعراض بسيطة. نعم نعم، جدا بسيطة لله الحمد، وهذا أكيد بفضل من الله. طيب الحديث عن قسم الطوارئ الجديد، نعود إليه الحديث عن هذا الموضوع. حدثنا عن الطاقة الاستيعابية لوحدة الطوارئ، أيضا ما هي أبرز الخدمات المقدمة من خلال هذا أو من خلال هذه الوحدة؟ طبعا بالنسبه للوحده هذه مثل ما ذكرت في البدايه، احنا في المستشفى القديم كانت عدد الاسره 12 سرير في الملاحظه، بالاضافه الى عندنا كانت غرفه للحالات التنفسيه اذا اضطرينا نعطي كمام للطفل كانت تستوعب حروه الست كراسي. نعم. بالنسبه الان لله الحمد صار عندنا 24 سرير في الملاحظة، وهذا يخدمنا في الأجنحة، بحيث أن الحالات إذا كان عندنا الحالات كثيرة في الأجنحة يعني كأنها غرف متواجدة، يعني 24 غرفة منعزلة عن بعض، هذه الملاحظة. بالنسبة للكراسي مالت الكمام مثل ما كان عندنا تقريبا 6 إلى 10، الحين وصلنا إلى عدد 18 كرسي. نعم. فهذا يخدم المنطقة أكثر. الطاقة الاستيعابية أكون معك صريح وواضح، نستوعب من زمان كنا نستوعب في اليوم أكثر من 120 حالة، وكنا ممشينها بالسلحيد لله الحمد والمنة راح نستوعب أكثر من الحالات مع وجود هذا الحجم الكبير من الطوارئ، مع وجود عدد طاقم طبي أكبر. في السابق كان عندنا تقريبا حروة 14 إلى 16 دكتور، الحين وصلناهم إلى 24 طبيب في الطوارئ، من بين استشاريين وبين دكاترة اللي هم اللي يعتبرون مستوى أول. نعم أكيد، مجهود ضخم تقدمونه من خلال هذا القسم. الدكتور طلال وقيان استشاري طب أطفال بمستشفى الجهراء، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.